موجودين في قنطاوي، منطقه سياحيه. كي نقولوا قنطاوي نقولوا الشيخه، نقولوا السياحه، نقولوا التوريست، نقولوا برشا حاجات. قبل كل شيء خلينا نتعرفوا عليك. هو هذه باز نوتيك سامي رصاص نمرو 10، هذا مرحبا بلاص، هذا كونكورد جرين بارك. خدمه السنه طايحه كومبليتوم، ماهيش كالعاده، فهمتي؟ مع فماش سواح شويه، سواح كعباتريس بولون اكلي ياكل ورق دوكا، نخدموا بشويه عرب، فهمت؟ كاو بالنسبه للعباد اللي تحكي معناها باراشيت، وباراشيت راهو حاجه مزيانه ويحبوا يجيو يعملوا تفضلوا حذانا، وديجا نعملوا لهم في صوم، احنا العرب مش صوم كالسواح، وان شاء الله اش مازال فيها سيزون سي، معناها ما عادش سي نهايتها الجمعه دي سيمان سي. برشا عباد قالوا لي على الاقل تحركنا شويه، السيزون بدات قبل ما توفى بجمعه، بدات توا السيزون، ملي حلونا تنقى بين المدن من نجم نتحركنا شويه، على الاقل بدينا نتحركوا شويه. هو موجود توا السياحه الداخليه موجوده، هي توا فما معناها عندنا الاوتيل هذا توا مرحبا فيه، برشا توانسه برشا يجيو يعملوا عنا، مي ناقصه ناقصه، نشجع العباد تحب تجي تعمل، تحب تعمل عند باراشيت باز نوتيك نمرو 10 يتفضلوا بحذانا، ونعملوا لهم صوم مزيان ونفرحوا بهم في الباراشيت، في الجيتسكي، في البنانا، في المطلع، في كل شيء. اللي يتفرج توا في الفيديو هذا باش يقول لك انا خويا ها وراه ما تنجم توريها كي الباراشوت، يقول لك انا باراشوت كاش نبدا طالع في السماء، يا خويا كي انت حين يا خويا كي تصير لي حاجه. لا موجود امور سيكريتي، امور واضحه، نلبسوا الارني، نلبسوا الجيلي، ويعمل دورته مزيانه، وامور سيكريتي ما فيهاش حاجه تخوف، محمي بالطبيعه، محمي في كل حاجه، في كل حاجه، والباز نوتيك راهي محميه معناها، ما فهمتني؟ ما سبقش وصار حتى اكسيدون، ما صار حتى شيء. ما تصيرش، تصير هي حتى كي تصير راهو مش يطيح في الماء ولا عادي، معناها كي يطيح في الماء بديها بتطيح بشويه، معناها مش حاجه جراف ولا حاجه، فهمت؟ وان شاء الله ان شاء الله نبنيو العام الجاي، وكاو ما عادش فيها سنين، ان شاء الله نبنيو العام الجاي. احنا تو صحيت كما قلت انت، خلينا نبنيو العام الجاي. باهي البلاصه هذه محلاها برشا، كانت قبل كي نرجعوا احنا 5 سنين 10 سنين 11 سنه التالي ما تنجمش تحط ساقيك. ما نجمش نحكي معك تو. ما نجمش نحكي معك، كان جيت خمس سنين تالي، 6 سنين تالي، ما نجمش نحكي معك تو، ما نجمش نحكي معك، وانت ما تجيش جمله تحكي معي جمله، ما خاطر ما نضوش باراشيت طلع جيت سكي، فهمتها موفمون شيء اخر، الوتلا زوز منا معبين باساجي، معناها الجريان يجيونا بالاخص الجزيريه في العشيه، نوصلوا معناها نهبطوا في الباراشيت، تصور انت باراشيت نبدا نهبطوا ونشعلوا البريكيات نضو باش الشوفير يهبط الكليونيات معناها يعرف وين انا، حتى تظلم علينا الدنيا والجزيريه ماك تعرف، يصبحوا راقدين يجوا مؤخر ويحبوا يعملوا باراشيت يعملوا جيت سكي يعملوا، فهمتني؟ ان شاء الله الايامات هذاكم يرجعوا، ان شاء الله الايامات هذاكم يرجعوا. 6 سنين 7 سنين تالي ما تلقاش فيها فضوه، كيف كيف 6 سنين 7 سنين تالي جيبك ولاك البنانه معبيه كل هروات، اخر اورو شديد تو وقته. لا عاد تحكي تولي لورو موجود توا كايبات، اما تحكي على البوندا، والبوندا مش موجوده توا، باوند مش موجود، الباوند الانجليزي اللي هما مش موجودين، فهمت؟ عندي برشا ما شديتش بوندا في يدي، فهمت؟ اما اللورو موجود على عجله. اللورو موجود، فما عندنا كعبات شينوات يجوا لهنا توانسه يعيشوا لبرا، فما سياح يتعاملوا باللورو كيما البولون كيما الرومان، فهمت؟ مي البوندا غايبه عندها مده توا من الكونفيرمون الاولاني غابت. انا قاعد نشوف فما جاسكي، فما معناتها الكواد، فما البيج ماي بالمطلع، عندنا دي جاسكي، وعندنا الباراشيت، وعندنا البنانا، وان شاء الله اخويا تو تعرف احنا حسيت البلاد تحسنت، فما برشا جراثيم جبت تروح على البلاد، تحس البلاد تو تحسنت، فما ولد عباد تلقح 25 هاي بعد 25 فما برشا جراثيم اندثرت، خلينا ان شاء الله تحس البلاد تحسنت، فهمت؟ وان شاء الله اخويا ربي يجرع على صلاح، ان شاء الله العام الجاي تبدا سيزون مزيانه، فهمت؟ وعلاش لي سي حمادي قيدون بالكش يحب يحكي. حمادي شنو؟ حمادي قيدون. ايجا حمادي سي حمادي قيدون. حمادي قيدون تحيه كان. السلام عليكم. علاش الشهيره حمادي قيدون؟ حمادي قيدون ادخل على جوجل اسال على روحك، كمان تو باش نعطي برسمام ديك القصه هذه، نحب توصل لقيس سعيد. اخويا مرحبا بكم هنا في البازا، اول بازا بعد البرت قنطاوي بالضبط، احسن بازا هنا في القنطاوي. اخويا مرحبا بكم، تحبوا ب 10000 نطلعوكم، 5000 نطلعوكم على خاطر سي الرئيس سعيد. طلعهم هوني يحبوا باراشوت جيت سكي، مرحبا بك. ب 10000. ب 10000 على خاطر السيد الرئيس قيس سعيد، يرحم والديك. نضمن لك بعد الفيديو ذي العباد تجيب ال 1000، اما كان ما يرقوش ب 10000 ما يفرقش عليك بالعصا، كان ما يرقوش ب 10000. مرحبا بكم، مرحبا بكم يا سيدي. انا شوفير باراشوت كيكي.
احلى تحيه لاحلى كيكي، احلى رئيس في القنطاوي. ايوه 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 سيك سيك. شو حكيتك انت؟ من رجل على التو بس تفضحوني انا. تبارك الله ما شاء الله بدين، وريه خويا ما شاء الله بدن. انت من النوع اللي تترين ثلاث شهور قبل الصيف شو بدك؟ لا لا ما نترناش، انا في الشتاء نرقد وفي الصيف نجي نخدم هكاو. عكعك خدمتنا في الصيف. قالوا لي اكثر واحد يعكعك. لا مريقل مريقل ما فماش تعكعك، ما فماش اكثر واحد يعكعك. الماكله وين؟ الماكله في الماكله اكثر واحد يعكعك هو اخو تبارك الله. ياكل فيها اربع باقيات وكيلو سردينه. ايوه مرحبا بك. ودلها واحد ودلها ياكلها واحد. رخصونا في السردينه ناكلوا ما سالش. على السلامة. احنا وين اليوم؟ انتم توا في القنطاوي صاحبي، مرحبا بكم. نقولوا قطاوي، نقولوا السوسه جوهره الساحل، نقولوا الشيخات، نقولوا الجو، ونقولوا برشا حاجات. باهي سوسه ما عادش كيما توا. بدلت ملي شدتها النهضه تبدلت سوس. ان شاء الله يخرجوا. قنطاوي كانت قبل 5 سنين 6 سنين التالي البلاصه هذه ما تنجمش تقف فيها. ما تنجمش تقف صحيح. كانت المان انجليز جزيريه على كل لون يا كريمه. وينهم؟ الله اعلم وينهم يا حسره. مشاو. ما عادش فما حتى شيء. شيء ما فما. انت هوني شنو بزنس معناتها تخدم في التوريزم ولا كيفاش؟ نخدم في التوريزم صح. لا مانيش بزنس، نخدم انا روحي. لا شنو الفرق بين بزنس وبين اللي يخدم في توريست؟ يعني لا فما فرق. بزنس جاي للبحر باش بزنس، فما واحد جاي يخدم. الشوفير باراشيت شنو مهمته؟ شنو يعمل بالضبط؟ مهمته صعيبه برشا. الشوفير باراشيت لازم يكون يفهم في الريح، يفهم في الديتاي نتاع الباراشيت، يفهم في كل شيء في البحر بصفه عام. فهمتني؟ قالوا لي انت زاد سنقور خويا وتفهم لها بالكدا بالكدا. لا لا يعني مازلت نتعلم واحده واحده.